أعلن التالي: أولاً، تعليق عملي بالحياة السياسية ودعوة عائلتي في تيار المستقبل لاتخاذ الخطوة نفسها. احنا ما ندخل سوا، رح ينفتح الباب لنفوت كلنا سوا، مش فايتين لوحدنا، نحن فايتين مع كل العالم. اللوائح السيادية في لبنان حصدت 69 مقعدا، ما ترك لحزب الله وحلفائه 59 مقعدا فقط. أبرز الراسبين: رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان الذي سقط بضربة تغييرية، أخفق الوزير السابق وئام وهاب في انتزاع المقعد الدرزي الثاني، وسقط نائب رئيس مجلس النواب إلي الفرزلي الذي يعد من المشرعين الكبار في المجالس السابقة ومن حماة المزاييك الطائفي اللبناني. الضربة الأقوى التي تلقاها التيار الوطني الحر فكانت في جزين، بحيث أطاح التغيير أسد جزين وأمله. الجزينيون حرموا التيار الحاصل وأسقطوا القياديين زياد أسود وأمل بوزيد. مقابل ابتسامة الوسيط الأمريكي، ارتباك لبناني من تبعات سياسية لإبرام اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل، عبر عنه رئيس الجمهورية اللبنانية. يعتبر أن لبنان كان يمكنه أن يفاوض على خط أعمق بكثير من الخط 23، هو الخط 29. لمدة لا تتجاوز الساعة من الوقت، بقيت مدعي عام جبل لبنان غادة عون داخل مصرف لبنان، كما دخلت خرجت من دون مصادرة خزانات أو مستندات، تاركا البلاد بأسوأ أحوالها. وباعترافه غادر رئيس الجمهورية ميشيل عون القصر الجمهوري بعد أن شغله لست سنوات مليئة بالويلات. حكينا مرارا وتكرارا يا زملائنا، إذا ما صار في توافق وإذا ما كنا 128 صوت، لا رح ننقذ لا المجلس النيابي ولا لبنان. اليوم صباحاً وجهت رسالة إلى مجلس النواب بحسب صلاحياتي الدستورية، وقعت مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة. والسؤال: كحكومة مستقيلة بغياب رئيس الجمهورية، السؤال الحقيقي ولا سؤال آخر ثاني هو: كيف سندير شؤون البلاد بالمرحلة السنة؟ عاصفة الردود التي سبقت جلسة مجلس الوزراء لم تقوى على عزم رئيس تيار العزم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على عقدها، فلعبة الشطرنج السياسية أتقنها ميقاتي وراهن على حضور الوزير جورج بوشيكيان. ومشكلتنا مش معه، نحن مشكلتنا مع الصادقين يلي نكسوا بالاتفاق وبالوعد وبالضمانة. أصلاً الاسم صار يعني متداول ومعروف، وأنه حزب الله من خلال الجلسات الداخلية صرح باسم سليمان فرنجية، وكان عم يقنع جبران باسيل بهذا الاسم، لكن جبران باسيل ما كان مقتنع. المطار بيوقف، القطاع الصحي بضل فاتح للطوارئ، البور بينشل، يعني نحن ما عم نمزح، خليهم يعرفوا انه هالمرة عم يدقوا بحياة الناس. في مؤسسات بعد موقف البلد على اجريها بدو يهشدوها.